كلمتين على الماشي. هي القطط ممكن يكون عندها حمل كاذب؟ ايوه طبعا، ممكن القطه يكون عندها حمل كاذب، تكون حصل لها جواز بس البويضه ما اتخصبتش، ويكون نفس الاعراض عندها بالظبط، يعني انتفاخ البطن وتورم الحلمات وتنام كتير وتاكل كتير، وبعد فتره نكتشف ان هي مش حامل. طب نكتشف ازاي ان هي مش حامل وكل الاعراض دي بتبقى موجوده عندها؟ نكتشف طبعا بالسونار اللي بنعمله في العياده البيطريه علشان نطمن القطه بتاعتنا حامل ولا لا. القطة بيبقى عندها كل الهرمونات اللي بتبقى موجودة، لو القطة حامل بيبقى عندها كل الأعراض، بتدور على مكان ان هي تطمن فيه على ولادها علشان تولد فيه، وبعد كده بعد شهر ونص من الأعراض دي كل ده يختفي والهرمونات بتروح. طبعا استحالة تفرقوا بين الحمل الكاذب والحمل الحقيقي غير بالسونار، لازم نعمل سونار. لو القطة بتاعتكم اتجوزت اول مرة وما حصلش حمل وظهر عليها الاعراض دي، يبقى لازم نعمل سونار علشان نتأكد القطة بتاعتنا حامل ولا لأ. فكده النهاردة نكون خلصنا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور كتير عشان مملكة القطط تكبر بيكو، وسلموا على الاستاذ بتاعي جميل العسول الحلو ده، يلا سلم عليهم يا دودو، احنا رايقين اهو مصحصحين النهاردة وحلوين صح؟ رميو لهم مع السلامة.